معنا مجددا عبر الهاتف من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان. رحب فيك سيد أحمد، ولو تحدثنا عن العلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وما يجمعهما من مواقف وتعاون مشترك. مساء الخير لكم ولمملكة البحرين حكومة وشعبا. اليوم الحقيقة المملكة العربية السعودية تحتفل هذه الليلة بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية، وأظن اليوم بين مشهدين، مشهد المملكة العربية السعودية ومشهد مملكة البحرين، ولذلك يعني هاتين المملكتين تربطهما علاقات وثيقة منذ أكثر من حوالي تقريبا 70 أو 80 إن لم يكن أكثر من 90 عام، وهما على قلب واحد وهما أيضا يتضامنان. اليوم الملك حمد يضرب أروع الأمثلة في المنطقة الخارجية وخاصة في تعامله مع المملكة السعودية مع أخيه خادم الحرمين الشيخ الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتبار الأخوة التي استمرت لسنوات طويلة. والمملكة العربية السعودية تعتز بالبحرين وتعتز بأبنائها وشعبها وحكومتها، ولذلك من الصعب جدا التخلي عن البحرين في الأزمات وفي الأفراح وفي الأتراح. نعم. اليوم الحقيقة أيضا نشهد البحرين دائما يحتفلون بالمملكة السعودية، والعلاقات دائما تكون مضطردة بين بلدين. أعتقد أنه من الصعب جدا حصر هذه العلاقات في هذه الفرحة الوطنية، لكن الحقيقة دائما البحرين والمملكة السعودية يقفان مع بعض في كافة الأزمات المحلية والإقليمية، وكذلك أيضا كلمتهما واحدة وكلمتهما صادقة. وأعتقد أن البحرين دائما ما عودت المملكة السعودية عندما يصدر بيانات من مملكة البحرين، تفتخر المملكة دائما وقوفها مع السعودية خاصة في بعض الأزمات وتأييدها لكثير من المنابر الدولية، خاصة المملكة أيضا تقود العالم الإسلامي والعالم العربي، والبحرين دائما هي السباقة والأولى في تأييدها لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية. نعم، من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.